طيب كابتن عماد، برضو عايزة أسأل حضرتك بشكل عام، شفت المباراة ازاي قبل ما ندخل فيها تفصيليا؟ يعني أنا يمكن في البداية قلت لحضرتك وقلت لك إن الجيش هيلعب بأريحية أكتر، مش هيبقى عليه ضغط زي نادي الزمالك. قلت الجيش هينزل مش باكي على حاجة، مفيش عنده مشكلة، هو كده كده خسران المباراة الأولانية فهيلعب المباراة التانية، وقد كان. الجيش أعتقد إن عمل مباراة النهاردة مباراة كبيرة جدا جدا جدا. يمكن هكمل على كلام الدكتور حسام، برضو مهما كان أنا مش هحمل شماعة الوقت البدري، لا المفروض إنه معاه جهاز فني، معاه جهاز طبي، المفروض هم بيتفرجوا على المباراة، دي خبرات بقى، اتفرج على المباراة، شايف المباراة اللي قبل منه، المفروض سير المباراة أو سير الماتش اللي قبل منه يديله الوقت اللي يقدر يسخن فيه أو اللعيبة تنزل في الملعب. لكن أنا شايف النهاردة إن لعيبة نادي الزمالك فعلا كلهم مش في حالتهم، توزيع اللعب من البلاي ميكر ما كانش مظبوط، لكن هنا لازم ناخد بقى نقف وقفة كده مع بعض مظبوطة، احنا قفلنا الصفحة دي وكسبنا، لكن لازم نفكر بقى في اللي جاي بشكل أحسن من كده.